على أنغام السلم الخماسي للموسيقى السودانية المغلة في تاريخها والمعروفة بجمالها وملامستها للروح، بدأت السفارة السودانية بنواكشوط فعالياتها لتخليد ذكرى عيد استقلالها المجيد بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمستشار الأول بوزارة الخارجية وجمع غفير من المثقفين وأعضاء السلك الدبلوماسي بنواكشوط. افتتحت القائمة بالأعمال في السفارة كلمتها مرحبة بالحضور الذين جاءوا من كل حدب وصوب لمشاركة سكان النيل فرحتهم بذكرى عيد الاستقلال السوداني. نسعد اليوم إذ نحتفل في أرض موريتانيا الخير بذكرى استقلال السودان المجيدة. هذه الذكرى الطيبة التي نحتفي ونحتفل بها عاما بعد عام لنؤكد أننا نسير على طريق الاستقلال الحق، وأننا نلتزم بقيم الاستقلال الحق السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وسنظل عاما بعد عام نؤكد هذه المعاني ونراجع مسيرتنا نحو تحقيق الحياة الكريمة لشعب السودان. رفرف العلم وغاز له النسيم وتزينت الجالية السودانية بألوان علمها الوطني احتفالا واحتفاء بذكرى عيدها الوطني في جو يدعو إلى التوحد والتشبث بروح الأصالة والتطلع إلى المزج بينها مع المعاصرة والتمسك بما خلفه السلف من روح الأخوة في بلد تجري في عروق أصحابه دماء عربية مزجت بأخرى زنجية، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على العلاقات التاريخية بين سكان النيل وضواحيه. فهذه الذكرى لا يكون الاحتفال بها بالأهاذيج والأقاني فقط، وإنما بإيفاء العهود لآباء الاستقلال أن نسير على درب العزة والكرامة الذي اخترتوه، وأن نلتزم نهج السماحة الذي سلكوه، مؤمنين بأننا سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى لتكون بلادنا حرة مستقلة متقدمة بإذن الله تعالى. غناء ورقص وأهازيج واحتفالات على الطريقة السودانية سمات طبعت احتفال السفارة السودانية وجاليتها بنواكشوط في حفلهم المخلد لذكرى عيد استقلال السودان، ليكون اختتام الحفل بوقفة إجلال استمع فيها الجانبان الموريتاني والسوداني إلى النشيدين الوطنيين بعنوان موحد موريتاني سوداني. عبد الله والبلال، الوطنية.